تواصل الاستعدادات بمدينة شرم الشيخ في إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP27، ومن بين هذه الاستعدادات تجهيز حافلات تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء لنقل الوفود المشاركة خلال فعاليات القمة. المزيد نتابعه مع مراسلنا في شرم الشيخ أحمد الحسيني. أحمد، كيف استعدت شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ؟ يعني أبرز التجهيزات والاستعدادات للحوافل التي والحافلات التي تعمل بالغاز. نعم إيمان، تحية لك. بالفعل نحن في تجربة أولى على الهواء مباشرة لهذه الحافلات والأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء. أنا الآن أتواجد داخل واحدة من هذه الحافلات التي تعمل بالكهرباء، وهي في إطار منظومة النقل الذكي، النقل الأخضر في مدينة شرم الشيخ باعتبارها مدينة خضراء صديقة للبيئة. بداية وقبل أن نتحدث عن هذه الحافلة التي تعمل بالكهرباء، هناك 260 حافلة أو أتوبيس يعملون بالغاز والكهرباء داخل مدينة. المناخ تبع COP27 والمقرر انعقادها في 6 نوفمبر القادم بمشيئة الله تعالى، من المقرر أن تقوم هذه الحافلات بنقل الزوار بالمجان من مقر الإقامة إلى مقر انعقاد المؤتمر أو الفعاليات التي سوف يتوجهون إليها. يعني بداية هناك 120 حافلة أو أتوبيس تعمل بالغاز و140 حافلة تعمل بالكهرباء. الحافلة التي أتواجد فيها الآن والتي تسير في شوارع مدينة شرم الشيخ، هذه الشوارع التي أصبحت أيضا صديقة للبيئة سواء من عمليات التشغيل أو الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية التي الزائر والملاحظ والراصد لها في شوارع مدينة شرم الشيخ سوف يلاحظ ذلك عيانا جهارا عيانا. الحافلة هنا تعمل بالكهرباء وفيها منظومة ذكية جدا، منها جي بي اس، واي فاي، يو اس بي، وكذلك هناك في اتوبيسات الغاز تجهيزات لذوي الهمم ايضا. هذا بالاضافة الى وجود ازرار لتنبيه السائق، لو توقفنا هنا عند هذا الزرار نجد أنه يقوم بتنبيه السائق للنزول، نزول الراكب في المحطات القادمة. دعينا نتوجه إلى لوحات الكنترول ونلاحظ أيضا هذه اللوحات التي من خلالها يمكن شغل الكاميرا. تقوم بمتابعة ما يحدث داخل الحافلات في الكهرباء أو الغاز. بالإضافة إلى كل ذلك أيضا هي الكاميرا تعمل. بالإضافة إلى ذلك نلاحظ أن الحافلات تستوعب 50 راكب، نحو 50 راكب، ويعني هذا هو المشهد هنا في هذه الحافلات. إليك إيمان في الاستوديو. أشكرك جزيلا من شرم الشيخ أحمد الحسيني.